عايزين دكتور للنقابه، عايزين دكتور للنقابه. مساء الخير عليكم متابعينا، متابعينا ابو كبير، منصه ابو كبير ميديا. احنا دلوقتي من النقابه يا جماعه الساده اعضاء الجمعيه العموميه، انا قاعد مع جمعياتي العموميه الساده الاعلاميين، اشكر الحضور كاملا، اشكركم من كل قلبي، واتمنى منكم الدعاء لينا جميعا بان تكون نقابه المهن الموسيقيه هي مناره الفن المصري والعربي. اتمنى من الجميع الدعاء لنا بالتوفيق. شكرا لحضراتكم، انا قاعد مع جمعيتي العموميه. يا مصطفى يا مشرفنا، يا مصطفى يا مشرفنا، يا مصطفى مبروك يا استاذ مصطفى. يا مجدي يا هشام، يا هشام، يا هشام، والله العظيم ربنا يحييك يا شباب. بقول لك ايه، بقول لك موبايل بس احكي. هقول لحضراتكم على حاجه بعد اذنكم، من حق جمعيتي العموميه اللي شرفتني قدام نفسي، جمعيتي العموميه بالكامل من كل محافظات مصر، بدايه من القاهره مرورا بكل محافظات الاقاليم، من حقها انها تقعد معايا. انا القيت البيان الصحفي ولن اعطي احاديث صحفيه الان، اقعد مع ناسي واهلي وزملائي. اسمحوا لي عايز اقعد مع زملائي لو سمحت. اقعد مع زمايلي. ممكن بقى يا جماعه يدونا الفرصه ان احنا نقعد مع اخواتنا بقى بعد اذنكم، واخواتنا اللي حبايبنا واللي على راسنا من فوق، نقعد بقى معاهم عشان احنا كل اللي حصل ده نجاح للجمعيه العموميه قبل ما يكون نجاح لمصطفى كامل. فاحنا عايزين نقعد معاهم ونتناقش معاهم بعد اذنكم. هو المقال يا جماعه والنبي، شكرا لكل محافظات مصر، شكرا للقاهره، شكرا للغربيه، شكرا للمحله، شكرا للمنوفيه، شكرا للسعيد، شكرا للاسكندريه، شكرا للصعيد والاسطى. Stop!
انتوا على راسنا اتفضلوا يا فندم. منورين يا فندم. من فضلكم محدش يحتك باي زميل صحفي او اعلامي. من فضلكم انتوا نورتونا وشرفتونا، ادوني فرصه اقعد مع زملائي اعضاء الجمعيه العموميه. وانا تحت مفيش اي تحصيل بعد اذنكم. طيب انا بعد اذنكم.
جماعه اسمع كده في الميكروفون يا اشرف. يا شباب مش عارفين مش حد متابعينا متابعين منصة أبو كبير ميديا، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الفنان حسن شاكوش المهن الموسيقية واجتماع بين الفنان مصطفى كامل ومطربين المهرجانات الشعبية